بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح اليوم أعراض الحسد. أعراض الحسد تظهر على المال والبدن والعيال بحسب مكوناتها، فإذا وقع الحسد على النفس يصاب صاحبها بشيء من الأمراض النفس، كأن يصاب بالصدود عن الذهاب إلى الكلية أو المدرسة أو العمل، أو يصد عن تلقي العلم ومدارسته واستذكاره وتحصيله واستيعابه وتقل درجة ذكائه وحفظه، وقد يصاب بالميل للانطواء والانعزال وابتعاد عن المشاركة الأهل في المعيشة، بل قد يشعر بعدم الوفاء والحب والإخلاص لأقرب الناس له وأحبهم له. طريقة التداوي والقضاء على الحسد بالرقية الشرعية. كامران بابان 11/11/2022. وشكرا لكم.